يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان قصدي من الدعاء لأخي في ظهر الغيب هو أن أحصل على قول الملك آمين ولك بمثل، فهل هذا الدعاء مشروع؟ إنما الأعمال بالنيات، ما لك إلا ما نويت. إذا أردت الأمر إن نفع أخيك واغتنام تأمين الملك هذا شيء طيب، أما أنك تدعو ما تريد إلا تأمين الملك فقط هذا نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنك أردت نفع نفسك ولم تريد نفع أخيك. نعم.